هذا وجددت الخارجية الأمريكية دعوتها لجميع القوى السياسية في العراق إلى حل خلافاتهم والخروج من الأزمات الحالية من خلال الحوار والمشاركة. وأضافت الوزارة في بيان إنها تواصل دعم دولة عراقية قوية موحدة وذات سيادة. وأوضحت أيضا إلى أن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والعميقة متعددة الأوجه مع بغداد تخدم كلا الشعبين العراقي والأمريكي.